اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا بنفتش في رصيد العداله المنقوص والسحب على المكشوف في ازمه البنك. شفنا قبل الفاصل انه المساله ليها جذور مع البنك الاهلي. انت من اللي حصل امبارح مش وليد لحظه ولا وليد صدفه، لانك انت في موسم 2021 اهدر حق الاهلي في المباراه في الغاء هدف ايمن اشرف، وقلنا كان في حكم الصفاره ميدو سلامه. يجي الماتش اللي بعد منه على طول موسم 21-22 يحط ميدو سلامه في غرفه الفار لامين عمر حكم الصفاره. انا بقول لكم ماشيه كده، وكانها كل واحد بيعمل عمله مع الاهلي بيكافئ في اقرب مباراه على طول. امين عمر صفر حسب هدف للاهلي، رامي ربيعه لعب ضربه حره، محمود وحيد سجل منها. فجاه في غرفه الفار ميدو سلامة يجيبه. تعالى ايه؟ كرة لما رامي لعبها ما كانتش متحركة. رغم انه وقتها ما كانتش ثابتة. ما كانتش ثابتة. مع انه الحكم هو الوحيد الشخص اللي بيدي باستئناف اللعب. شارة استئناف اللعب حق اصيل للحكم، لكن ما تفهمش ليه امين عمر خد بكلام ميدو سلامة. وليه امبارح محمد الحنفي خد بكلام محمد هشام علاء، ومحمد علاء هشام. الراجل محدش عارفه، اعذرونا في الاسم. فانتوا لا متخيل باستمرار الحكم يسلم بحامل براي الفار ما دام ضد الاهلي. هنفكركم بجمال حيمودي الخبير التحكيمي العربي وقتها قال ايه عن ما قاله الكابتن عصام عبد الفتاح ان دي روح البروتوكول. نشوف راي حضرتك ايه، هل هذا الهدف كان صحيحا ام لا؟ الحكم الفيديو ليس له الحق في التدخل في هذه اللقطه. ليس من حق. خلاصه وهو ان بروتوكول الحكم لا يسمح له بتدخل عندما تكون الكره متحركه او كذلك اثناء ركلات الحره او الركنيه. وحتى انتهى، لو انتهى الامر بذكره جزاء او هدف فلا يجب ان يتدخل البروتوكول الفار في هذه الحاله. البروتوكول الفار يعني قانونيا عنده اربع حالات يتدخل فيهم. والشيء الاخر ليس له الحق. هل هناك ما يسمى بروح البروتوكول للتنفيذ؟ لا لا لا، هناك قانون روح القانون وهناك بروتوكول الفار. احنا محددين اول شيء في كرة القدم بقانون كرة القدم، محددين كذلك ببروتوكول الفار اللي هو يحدد اربع اشياء يتدخل فيها الفار ويسمح لها الفار باش يتدخل. ما عدا هذا ليس له الحق في التدخل في هذه الحالة. هو طبعا احنا عملنا له روح وطلعنا روح، يعني احنا عملنا للفار روح وطلعناها يعني لا يمكن ما يحدث عندنا الا ان يكون ظاهره ننفرد بها واللي عاجبه. والمشكله انك بقيت مش بترتكب الاخطاء، بتعمل الوقائع دي بمنطق اعلى ما في خيلكم اركبوه. واللي كان ان كان عاجبكم فيروح منك دوري زي بعضه ويتحسب ويتقال كسبنا واحتفلنا. يا عم كسبت ايه؟ هو الاهلي السنه دي اتعمل فيه ايه؟ ارجع، ده في ماتش الزمالك يا استاذ ابراهيم بعديها بكام يوم اللي قال لك اصل كرة مش ثابته، ده مش ثابته ايه؟ راح رماها في الارض ولعبها. التاني خدها رماها قدامه ولعبها. يعني مش لماها في الارض. ايوه، فجت فينا الجون التاني بتاع الهزيمه. اعتقد كان وفي نفس الليله اتلعبت في الدوري الانجليزي ابن اسامه نبيه. وجابها كابتن شيكابالا اظن بتاعت اللي هي اتلعبت بالعرض دي على ما اعتقد. يعني الكوره دي اتلعبت من كوره مش متحركه بتجري. طب الفار فين روح البروتوكول يا عم؟ اصل ميدو سلامه ما كانش على الفار.